خير رجعت لحضراتكم. خلوني اقول لكم، ما هو الارهاب؟ الدوله المصريه، دولتكم، دوله 3/7 تحديدا، عرفته من منصه الامم المتحده للعالم كله. ولما رفض العالم يفهم ان الارهاب مش اسم ومش جماعه، الارهاب ده حاله وفكر وفلوس بتدفع وتدريب وتسليح، المساله بقت عابره للدول وعابره للحدود وما بقتش جنسيه، ده بقوا من كل حته. ولما العالم رفض، مع انه بدا يتازه، سواء البدايه كانت فرنسا او بلجيكا او انجلترا والمانيا، لكن الحكايه عماله تتسع وتفرض نفسها. مصر قررت ان آن الاوان لبروزه هذا المفهوم بصوره ملموسه، فتم تسميه دوله قطر برعايه الدول العربيه الغنيه التي على علاقه قويه مع الغرب. وبالتالي الحالة الجديدة فيها حالة الإرادة العربية بطريقة تانية. هل ده وصل لكم؟ يعني لو كان في لسه ناس بتتكلم إن في عهد عبد الناصر كان في نوع من الزهو بالقومية العربية، إحنا بنعيش لحظة زهو عمرنا ما توقعناها، بس النخبة التعيسة لم تدركها بعد. يعني أنت الأول مرة بتشكل تحالف من 4 دول فيهم عمود أساسي من الدول الغنية وفيهم عمود أساسي من القوة الاستراتيجية اللي هو الدولة المصرية، والاتنين دول بيشكلوا قلب الإقليم وبيقولوا للأجندة العالمية الإرهاب الممول هو قطر وأدائها 1 2 3. يتم الضغط واللعب بداية من الموقف الروسي المراوغ وانتهاء بوزير الخارجية الفرنسي اللي بيحاول هو كمان يلف لفة. الحكايه دي بتقول لكم ايه؟ ان كل ما ارادتكم بتكون في ايديكم، كل ما الدنيا بتعمل حسابات وبتقرر ان هي تشتغل بطريقه او اخرى. علشان كده المال القطري اللي هو بيشكل حدود اماره قطر، لان هي بجغرافيتها مش قادره تكون موجوده بشكل حقيقي، فبتشتغل بفلوسها. فلوسها دي تشتري الشركات السيارات اللي عندها مشاكل ماليه، تشتري تاكسي لندن وتشتغل وتعمل دعايه عليه، تشتري مراكز الابحاث اللي هي جزء من صناعه الدول الموازيه كبديل لوزارات الخارجيه اللي موجوده في العالم، وتقرر ان هي دي المنصات اللي هتشتغل بيها وعبرها. لانها في النهايه اوعوا ننسى ان ده لا يمثل قوه قطر، ده يمثل قوه الذي يدير قطر، اللي هي الدوله التي تحرك قطر بالوكاله، لان مطلوب محاوله استنفاذ الاقليم واختبار مدى استرداد الاراده العربيه بشكل حقيقي. علشان كده لما وزير الخارجيه القطري قرر يتكلم، راح لواحده من المنصات اللي هم شاريين جزء اساسي منها واللي هم شركاء فيها واللي هم كمان بيشتغلوا بالوكاله لصالحها، اللي هو تشاتام هاوس. وتشاتام هاوس ده اللي موجود في وسط لندن، يعني دي مؤسسه هنشرحها تباعا. لكن الامارات تقرر، برغم اللي نشرته الواشنطن بوست من تطاول وتجاوز، لانها يعني مؤسسه صحفيه تعمل بالفلوس، والمساله دي كانت واضحه من ايام ثوره 30 يونيو. لو بصيتوا على الواشنطن بوست كتبت ايه وقالت ايه، يعني هتشعروا قد ايه المساله كانت باينه جدا واضحه جدا انها عمليه كده مختلفه. الصوره اللي قدام حضراتكم دي صوره عثمان، ده مراسل اريتري من اريتريا. ولما نقول اريتريا لازم ناخد بالنا، يعني اثيوبيا يعني المال القطري، وبيشتغل لصالح قناه الجزيره. قررت قطر ان هي ترد من عقر دار من يحركون الامير القطري وادارته والحمدين، لان تشاتام هاوس يعني الام اي 6، يعني صناعه القرار الامني في التاج البريطاني. وبالتالي كان مهم جدا هذا العثمان اللي قدام حضراتكم اللي بيمثل قناه الجزيره القطريه، قرر ان هو يلقي سؤال على الوزير الاماراتي السيد انور جرجاش، وزير الدوله للشؤون الخارجيه الاماراتي. والطريقه نفسها كلها قد ايه كان الحضور الاماراتي ذكي قادر، استطاع انه
طول الوقت إذا تخيلتم إن أنتوا هنا فقط هتسمعوا الصوت القطري، لا، الصوت الإماراتي موجود وقادر على الرد. وعندما سئل بأن اللي بيسأل ده بيعرف عن نفسه، فقال إن هو من قناة الجزيرة، فقال له أنا ما بحبش قناة الجزيرة ولا أشاهدها، وقبل على طول إنه يسمع السؤال. خلوني أخد حضراتكم ونسمع إزاي السيد جرجاش رد. مالي فرح. Well, I don't not like you, but I don't watch you. Let's say that. إنني لا أحب الجزيرة ولا أريد أن أشاهدها. هل هناك إجابة محددة لماذا الآن هذا الضغط؟ وهل إجابتك يمكن أن بشأن ما نشرته صحيفة الواشنطن بوست من أن ما قيل في هذه الصحيفة صحيح من الناحية العملية؟ هل حقيقي قصة الواشنطن بوست حقيقية؟ Well, that's الجزيرة take on it, I guess. وهذا ما تريد أن تروج له الجزيرة. قصة الواشنطن بوست ليست حقيقية. حقيقي ليست حقيقية بالفعل، هذا ما أقوله. وأعتقد أنك سترى في الأيام المقبلة أن هذه القصة ستموت وهي عارية عن الصحة تماما. وأعتقد أن هذا الأمر غير دقيق ومخترق ومختلق، وكما قلنا في عام 2014 وكما قلت في عام 2014 وأنني أجيب على سؤالك الآن، وإجابتي هي أن هذه إجابتي واضحة في هذا الأمر. طيب طبعا لأن أنا تابعت المؤتمر كويس جدا، يعني كان يعني السيد جرجاش جاوب مرارا وتكرارا على فكرة لماذا هذا الوقت، لماذا اخترتم هذا الوقت، وأوضح تماما أن الدول الخليجية والمملكة العربية السعودية في يعني زمن الملك عبد الله أخذت تعهد على حاكم قطر ولكنه لم يلتزم، وأنه أعطي أكثر من فرصة، وأن المسألة ليس لها علاقة بفكرة التوقيت الآن ولكن زمن التوقيت. خلوني يعني أطرح المسألة على السيد محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الاتحاد الإماراتية. يعني سيد حمادي، خلينا في البداية نشوف الرد الإماراتي كان قويا، كان هادئا، كان لديه قدرة برغم من محاولة المال القطري يعني التحرك بقدرة غير عادية داخل بريطانيا. هل يعني قطر استثمرت كثيرا، اشترت الكثير في بريطانيا إلى هذا الحد؟ لماذا تختار هذه المنصة؟ ويعني الحضور الإماراتي كيف كان قويا إلى هذه الدرجة؟ نعم، مساء الخير. أولا مساء الخير. أعتقد أن الحضور القطري في بريطانيا والغرب واضح أنه حضور قوي ويعني كبير حقيقة، وهذا الأمر راجع لسنوات طويلة، وربما الاستثمار القطري في مجال الإعلام والعلاقات العامة بشكل عام. اليوم أنا أعتقد دكتور جرجاش نجح في أن يوصل رسالة واضحة حقيقة للغرب، لبريطانيا، ولو حقيقة القاعة التي كان فيها اللقاء وكذلك المؤتمر الصحفي، أن كثير من الصحفيين الموجودين كانوا يعني من المؤيدين للسياسة القطرية. صحيح. بعكس المؤتمر الصحفي الذي كان فيه وزير خارجية قطر في المرة السابقة، والذي كان كل الصحفيين هم من المؤيدين لقطر، لم يأتي أي شخص، لم يدعو ربما أي شخص يعارض السياسة القطرية. ولكن جرجاش كان مستعد لهذه اللقاء، لهذه الأسئلة، جاوب بكل وضوح بكل شفافية على أسئلة الصحفيين كلهم، حتى قناة الجزيرة التي يعني لا يشاهدها جرجاش جاوب احتراما للرأي. طيب. والرأي الآخر وما يستمعون للجميع. تمام. محاولة بقى كمان الذراع الأمريكية والواشنطن بوست، نحن في مصر نعرفها من منذ ثورة 30 يونيو كيف كانت تعمل بالمال القطري، يعني محاولة العدد ده تحديدا أنه يركز على دور للإمارات، ومحاولة تصوير المسألة وكأن هناك عداء بين قطر والإمارات، كيف ترون ذلك؟ نحن حقيقة ليس مستغربين من هذه الخطوة القطرية واتهام دولة الإمارات. نحن تعودنا في الفترة الماضية على كثير حقيقة من الإشاعات، من الاتهامات،
من خلال دولة قطر للأسف الشديد في الإعلام الغربي. يعني واجهنا العديد من الاتهامات. اليوم قطر تتهم دولة الإمارات بشكل مباشر بأنها قامت بهذا الاختراق، وقبل أيام قالت أن الاختراق كان عن طريق الآيفون. يعني حقيقة أمور مضحكة تحدث في صحيح. قطر هذه الأيام، أمور يعني في قمة السذاجة حقيقة. نحن اليوم نقول أننا لسنا بحاجة لا لمثل هذا الاختراق ولا لغيره. دولة الإمارات أكبر من هذا الشيء. دولة الإمارات دولة تتمتع بالشفافية بالوضوح، تتكلم من خلال المنابر الواضحة، وليست متعودة حقيقة على هذه الأساليب الصبيانية التي هي أساليب قطر 100%. والشيء الأهم حقيقة في موضوع الاختراق الذي تنكره قطر كالأطفال، إذا رأينا أو نظرنا ماذا كان في البيان الذي صدر في موضوع ما يسمى بالاختراق، وننظر إلى السياسة القطرية إلى اليوم، ما هو الفرق بين ما كان في البيان الذي يعني تم فبركته كما يقولون وتم وضعه كاختراق في الوكالة، وسياسة قطر نفس الشيء 100%. فمن أين جاء الاختراق ومن أين جاءت الفبركة؟ بشكر حضرتك، شكرا جزيلا رئيس التحرير جريدة الاتحاد الإماراتية محمد الحمادي، شكرا لحضرتك. طيب ايه قصة تشاتم هاوس ده؟ بالنسبة لي انا مهم في محاولة لهدم فكرة الدولة الوطنية، وطول الوقت تكلمنا كتير عن فكرة خلق أجنحة عسكرية تكون بديلة للجيوش وتجهزها بنفس طويل جدا علشان تشتغل على القصة دي. خلوني اقول لحضراتكم انه تشاتم هاوس ده عائلة روتشيلد، وانتوا فاكرين روتشيلد، وروتشيلد ده يعني الإخوة الكبار، يعني الحكومة العالمية، اللي أحيانا الناس بتضحك لما نقول كلمة الحكومة العالمية. روتشيلد أسس المعهد ده سنة 1920، وكان بعد سنة واحدة من 1919 اللي هو كان أول مؤتمر يعني للسلام. أول رئيس للمعهد ده كان روبرت سيسل، ومؤرخ بريطاني مهم جدا اسمه رونالد تويني، ده كان مدير المركز بعد كده. أهم ما يخصنا إحنا في المركز ده إن المركز ده دلوقتي أعضاؤه 5000 شخص، ما بين نخبة أجهزة الاستخبارات الغربية كلها مش بس البريطانية، ما بين من عملوا في وزارة الخارجية وقوى الأمن الداخلي، وكلها شخصيات توحي جدا بأن المكان له أدوار مهمة وأساسية. وبالمذاكرة اكتشفنا أن دوره هو الشراكة في يعني صناعة السياسة الخارجية لبريطانيا وللدول الأوروبية. خلوني أقول لحضراتكم أنه هل تعتقدوا أنه مش مهم تعرفوا أن هذا المكان تشاتام هاوس ده أعطى الشيخة موزة في 2007 الجائزة، ادى للشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية الإخوانية، ومحمد المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية في 2012 نفس الجائزة. الحكاية دي تديكوا دلالة ولا ما تديكوش دلالة؟ تقول معنى ولا ما تقولش معنى؟ مهم جدا ناخد بالنا من الكلام ده، لأنه الكلام ده له معنى. خلوني أسمعكوا الأستاذة أمينة خيري وهي بتكلمنا عن تشاتام هاوس قالت إيه؟ موضوع الثينك تانكس وموضوع المراكز البحثية هو موضوع بالغ الأهمية، وبالغ الأهمية لأن هم عن طريق الثينك تانكس دي وعن طريق المراكز البحثية دي، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إلى حد ما في فرنسا وفي ألمانيا بيتم تحديد سياسات الدول عن طريق مثل هذه المراكز. ونبص على الأشخاص حتى، يعني نبص كده على مجالس الإدارات وبص على الأشخاص، يقولك دايما هما في المواقع بتاعتهم يقولك مثلا إيه خبراءنا، الناس اللي هي الخبراء أو الباحثين اللي هما من قوة هذا المركز أو هذا الثينك تانك زي ما بتقول. بيقول كتير يعني هذه المراكز الحقيقة زي ما بقول لك هي مش بس أهميتها أنها بتطلع تقارير، ولكنها أحيانا كثيرة جدا زي تشاتام هاوس مثلا هي اللي مش بتشارك بقى، ده هي اللي بتوجه أو بتدي الدايركشن، بتدي الاتجاه للدول الكبرى في تحديد سياساتها، وخصوصا بالنسبة للمنطقة العربية. الفترة الأخيرة يمكن 15 أو يعني 17 سنة الأخيرة إن دور
قطر في تمويل الكثير من هذه المراكز وفي عمل كرسي أو في عمل وحدات أو مراكز معينة في داخل هذه المراكز لتوجيه الدراسات لقضايا معينة، منها مثلا الإسلام السياسي، الإسلام الراديكالي، الإسلام الوسطي، جماعة الإخوان. الحقيقة هذا الدور واضح بشكل كبير في الكثير من هذه المراكز. طيب أعتقد كده المسألة بقت واضحة لحضراتكم. قطر بتعتمد ان هي دولة المال، وبتعتقد ان هي اكثر ذكاء لانه بوجودها في اقتصاديات الدول الغربية هي هتقدر تعدي. خلوني اقول لحضراتكم ما يمكن ان يعني نرصده معا انا وحضراتكم وكل اللي مهتمين. الخبرة بتقول ان هذه الدول بتعتمد على سياسة انه يعني تمتص كل الثروة دي، فبالتالي إطالة الأمد وإعطاء حالة كده للحمدين إن هم قادرين يراوغوا. والبعض يكتب إنه نجاح الدبلوماسية القطرية في يعني تشكيل جبهة للرد ونجاح الإعلام القطري الذي تفوق على الدول الأربعة، كل ده ما تقفوش عنده ولا تشغلوا بالكوا بيه، لأنه ببساطة أداء بريطانيا وأمريكا هو كيف يتم استنفاذ الأموال القطرية السائلة دي كلها تطلع بره وتبقى موجودة، وبعدها تبوظ قطر، تروح قطر علشان ما يبقاش في دولة ترجع. وده نفس اللعبة اللي حصلت مع القذافي ومع ليبيا، ودي نفس اللعبة اللي بيتم يعني حصار الجميع بيها، خاصة اللي بيثقوا في هذه الأجهزة. وافتكروا الكلام ده واحنا هنلاحظه مع بعض، ما عندناش بيه موقف محدد لكن هنرصده معا في محاولة للحصول على المال القطري، وبعد ما يشبعوا من هذا المال، بعد ما ياخدوا كل المال القطري ده، بعد شوية هتبقى إدارة قطر إدارة غير موثوق فيها، وبالتالي هي مش موجودة، وبناء عليه مفيش مكان يرجع له هذا المال. عارفين، عايزين تفتكروا كويس كل الشخصيات الإخوانية وكل أصحاب المال المجهول اللي بيسموه المال القذر، لما بيروحوا يعيشوا في بريطانيا بيعيشوا بالفلوس، بس أي واحد فيهم يقرر يخرج بره بريطانيا ممنوع ياخد الفلوس معاه، أقصى حاجة تبقى موجودة في جزر العذراء. علشان كده خلي بالكوا اللعبة عايزة تروي ونفس، علشان كده حضور جرجاش والإمارات والدول الأربعة يحسب لهم، هي استراتيجية النفس الطويل والهدوء. إلى اللقاء.